جمعية الأطلس جمعات هاد الناس هادو اللي جملتهم الحانات والمطاعم والملاهي الليلية اللي كيعاني واحد المعاناة التي لا تحسب لها. هاد الناس هادو اللي هومايا باعوا حوايجهم باش يكملوا هاد الموسم ديال كورونا اللي ما غاديش يسالي. وهاد الناس راهم ضاعوا. وهاد الناس كاين اللي باع الطوموبيله ديالو وكاين اللي باع الحوايج ديال الفراش ديالو باش يخلص الضرائب اللي كتجيه من وزاره الماليه وهو ساد. وهاد الناس راه ما لقاوش باش يسجلوا اولادهم المدرسه. هاد حنا كنحاربوا الاميه ولكن هاد الناس راهم غاديين يخرجوا وليداتهم اميين لانهم ما كيقراوش. علاش ما كيقراوش؟ لانهم ما عندهمش باش يسجلوا اولادهم. وهاد الناس راه كيعانيو. وحنا كذلك كجمعيه راسلنا جميع الوزراء بما فيهم رئيس الحكومه وجميع جميع الوزارات بما فيهم وزير الداخليه، وزيره السياحه، وزير الاقتصاد والماليه، وزير الشغل، ولكن حتى شي واحد ما جاوبنا. وكذلك راسلنا السيد الوالي كناشدوه من هذا المنبر باش يشوف واحد عين الاعتبار لهاد الناس هادو ويحن عليهم لانه راه ما بقى لهم ما يبيعوا. هاد الناس راهم كلهم ولاو باغين بهاد الجمله اللي غادي نقول، هاد الناس راه ولاو باغين يحرقوا، ما بقاوش باغين يعيشوا هنا لانهم ما بقاش لهم فين يعيشوا. وكذلك المستثمر اللي غادي يجي يدخل المغرب باش يستثمر في هذا الميدان السياحي ما بقاش بقى بغى يدخل، لانه ملي كيجي واحد الاستثمار كيجيبو كيبيع حويجاتو لهيه في الخارج ويبيع ما يملك وكيجبد واحد شويه ديال الفلوس باش يجي يستثمر هنا في المغرب، في الاخر كيبقى على الحديده بهذا القرار اللي هو يا خارج ديال 67. وهذا القرار ديال 67 كيشرد جميع الاسر اللي فيهم هاد الحانات. وهاد الحانات راهم سبب هاد القرار 67 راهم تشردوا. وكنطلبوا جميع المسؤولين من الدوله باش يشوفوا واحد العين حسنه، حين العين يعتبروا هاد الناس تا هما باش يعيشوا على الاقل، غير باش تا هما يخلصوا الضرائب ديالهم ويعاونوا الاقتصاد ديال البلاد. ولكن ما لقاو باش يعاونوا دابا، هما ولاو خاص اللي يعاونهم ولكن ما لقاوش اللي يعاونهم. ولهذا كنطلبوا من السلطه باش تعاون هاد الناس لانهم راهم كيعيشوا واحد العيشه مزريه. هاد الناس راهم بقى لهم غير ينتحروا، انتحار هو اللي بقى لهم. ولهذا كنطلبوا من السلطه وكناشدوا السيد الوالي باش يفتح لهاد الناس تا هما الحانات ويعطيهم غير الطوابل، ما يعطيهمش الكونطوار غير تا همايا باش يعيشوا شويه. وهاد كنطلبوا السلطه كذلك من المداهمات، المداهمات اللي كاينه موجوده الان للمطاعم، نقصوا منها واحد شويه، راه ما بقى راه المحلات كلشي تسدوا.